وبنعمل وصفه كمان اللي هي احنا عندنا شويه بواقي بقى، بواقي ملخبطين كده يعني، عندنا علبه ولا كنا عاملين ولا اي حاجه، وبقى شويه بسكوت على باتي فور على كحك على غريبه، حبه كده من الحاجات الحلوه اللي كنا عاملينها دي. طيب نعمل فيهم ايه عشان نطلع منهم حاجه احلى واحلى؟ هقول لكم دلوقتي. انا عايزه اوريكم بوست الكيكه بتاعه الغريبه، تحفه ما شاء الله، وطلع بس القرص المبسوسه ولسه الطريه والبسكوت في البتاع دي. اه دي اول منتج بتاعنا، طبعا بيضه من الغريبه ما شاء الله طالعه بيضاء. تمام. طيب دي هقول لكم كل الكلام ده وهنعيد تاني كله احنا عملناه ازاي. طيب تعالوا بقى دلوقتي عشان ما نضيعش وقتكم ونقول لكم احنا عملنا ايه بالبواقي المشكله دي. عندي بواقي مشكله وبوتيفور بقى اشي متزين واشي متكسر وبسكوتات على غريبه على حبه حلويات من اللي عندنا. تمام. اي حاجات اي حاجه. ايه بقى اللي معانا تاني؟ معانا مربى ومعانا شويه سوداني، شويه جوز هند، وشويه شوكولاته. شوكولاته سايحه، شوكولاته سايحه عشان دي اللي هتظبط لنا الدنيا. طب هنعمل ايه؟ مش هنشيل اي حاجه منهم يعني، هم كلهم اللي محشي محشي واللي متذوق متذوق، كله 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 على بعضه. ده مش هيخش فرن، دي اسهل حاجه بقى دي. هاخدهم كلهم وافرمهم. اي حاجه حلوه عندك، اي نوع بسكوت. هناخده كله نفرمه. ماشي، فرمنا كله بتزيينه مش بتزيينه باي حاجه. هناخد بقى هنحط عليه مربى، هنجمعه بمربى. وشويه سوداني عشان هو في كل الحاجات دي فيها سكر وانا حاطه لها مربى، فعايزه السكر بتاعها يقل شويه، فحط شويه سوداني مجروش وشويه جوز هند كمان. ده كل ده بيقل معانا السكر بتاع الوصفه دي. تمام. ونضرب كله مع بعضه تاني. بس خليكي بقى سريعة. ويا ريت اتنين يبقوا شغالين هيبقى أحسن. يعني لو اتنين شغالين مع بعض هيبقى أفضل كتير جدا. وهتروحي بقى واخدة كده إيه؟ دي كده. وحطاها الشوكولاتة ومظبطة كده. يعني واحد يحط الشوكولاتة وواحد يحط الإيه؟ الخلطة دي. وممكن لو واحد تالت يرصها يظبط الشكل بتاعها كده، يضغط عليها كده. ما تعملهاش سميكه قوي. ريحتها تجنن. قمت ليه بحته واحده انت؟ خليك كده، هو حلو. مش عايزه اكتر شوكولاته قوي عشان ما بقاش مسكره قوي، بس ايه مضطريني مضطريني. طبعا في ثانيه بتكون ناشفه في ثانيه. بصوا بقى الشكل بس كده، تقدم كده. Thank you.